السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنستقبل مع بعض الأمر الأزري الموجود في موقع المداري 46 شر، وكمان هنشوف إزاي إن احنا نشغل قناة سي بي سي وقناة أدمن، لأن طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن قناة سي بي سي وقناة أدمن التردد بتاعهم اتغير، وكمان التغطية بتاعتهم اتغيرت. فالنهاردة ان شاء الله هنمشي مع بعض واحدة بواحدة عشان اي حد يقدر يستقبل الامر بسهولة. طبعا في الاول ياريت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. علشان نستقبل الامر اللي احنا عايزينه لازم نكون عارفين اقوى تردد، ونكون عارفين اتجاهه فين. طبعا معظم الناس عارفة اتجاه الامر الازري، لكن بقى دلوقتي في صعوبة في استقبال الامر، لان مفيش حد عارف اقوى تردد عشان نستقبل بيه الامر. طبعا عشان تستقبل اي امر لازم تمشي بخطوات ثابته او خطوات معروفه لكل الناس عشان ما يكونش في صعوبه وانت بتستقبل اي امر. النهارده ان شاء الله هنستقبل الامر على طبق متر بريفكس وبعدسه انفيرتو بلاك بتاعت ستارنت. طبعا اول حاجه هنعملها هو ميل سلك العدسه. طبعا احنا دلوقتي واقفين على النايل سات زي ما حضراتكم شايفين اهوت، وميل سلك العدسه بيكون على ميل 45 درجه ناحيه ايدك الشمال، وانت ورا الطبق هتعكس الميل تخليه ناحيه ايدك اليمين بالشكل ده كده. يعني حضراتكم شايفين الفلانشة لها زاوية 90 من هنا ولها زاوية 90 من هنا، هتخلي العدسة نازلة ناحية الزاوية 90 التانية، بمعنى أصح هتكون العدسة مايلة تقريبا ب 30 أو 40 درجة ناحية ايدك اليمين وأنت ورا الطبق. طيب بعد ما غيرنا ميل سلك العدسة محتاجين نكتب أقوى تردد على القمر علشان نستقبل القمر بسهولة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن احنا كنا بنستقبل القمر بتردد 3 وحايد 35 افقي، معدل الترميز 27500، لكن التردد ده طبعا اتشال مع القمر وكل الناس طبعا عارفه الحكايه ديت. فدلوقتي هنكتب تردد 11 3 خمسات عمودي معدل الترميز 30000، والتردد ده موجود على قمر 45 شر. القمر ده لازق او قريب جدا من القمر الازري، ولو استقبلت القمر ده باشاره معينه يبقى انت استقبلت القمر الازري. هنمشي مع بعض واحده بواحده عشان الناس ما تتلخبطش معانا. هنجيب تردد 11 3 خمسات عمودي معدل الترميز 30000 بالشكل ده كده. التردد ده موجود على القمر انتل سات 45.1 شر. طبعا التردد ده موجود عليه قناه بي ان تي 4، علشان بعد ما تستقبل اشاره تعمل بحث وتاكد انك واقف على القمر. برضك هنمشي مع بعض واحده بواحده عشان الناس تتلخبط معانا. احنا دلوقتي غيرنا ميل سلك العدسه وبنكتب اقوى تردد. كتبنا اقوى تردد اللي هو 11 3 خمسات عمودي معدل الترميز 30000، وظهرنا الاشاره هو. طيب في الحاله ديت احنا بعد ما كتبنا اقوى تردد وبعد ما غيرنا ميل سلك العدسه، هنحرك الطبق اتجاه ايدينا اليمين ولا اتجاه ايدينا الشمال، وهنرفع وش الطبق لفوق ولا هننزله لتحت. طبعا احنا قلنا قبل كده في جميع فيديوهاتنا ان اي امر بيذكر جنبه كلمه شر، احنا كده بنحرك واحنا واقفين على النايل سات بنحرك الطبق اتجاه ايدينا الشمال واحنا واقفين ورا الطبق، بمعنى اصح بنحرك الطبق اتجاه شروق الشمس. لما يكون في قمر مكتوب جنبه شرق بنحرك الطبق اتجاه شروق الشمس. طيب هنحركه قد ايه او هنحركه كام سنتي؟ احنا قلنا القمر الازرق موجود في الموقع المداري 46 شرق، وقمر النايل سات موجود في الموقع المداري 7 غرب، يبقى 7 و46 53، يبقى وطبعا الدرجه على الطبق المتر بتساوي تقريبا 2 سنتي، يبقى هنحرك الطبق تقريبا 105 سنتي او متر و6 سنتي. طيب بالنسبه للناس اللي بتتلخبط في المقاسات او احنا هنقيس منين، طبعا المسافه بتتقاس من المكان ده كده من تحت الفلانشه لاتجاه ايدك الشمال او اتجاه شروق الشمس وانت ورا الطبق. طيب في ناس بتتلخبط من المقاسات ديت ومش عاوزه تقيس المقاسات ديت وعاوزه مكان تحرك في الطبق وخلاص، بدل ما تحرك الطبق من النايل سات للازري وتتلخبط في المكان، المكان طبعا هيكون بعيد عن النايل سات. ففي حركه كويسه ممكن تعملها، طبعا كلنا شايفين الحرف بتاع الطبق من هنا الحافه ديت هيكون اتجاه الازري تقريبا اتجاه الحافه ديت، يعني هيكون الازري في الاتجاه ده كده. يبقى احنا كده هتعلم مثلا تعليمه لو ليكن مثلا 10 سنتي او 20 سنتي في الاتجاه ده، وهتحرك الطبق فيهم شمال ويمين وترفع وتنزل لحد لما تستقبل اشاره. الطبق هيكون اعلى من النايل سات ولا اوطى؟ طبعا الامر النايل سات، طبعا الامر المنتصف عندنا هنا اللي بيكون اعلى نقطه للطبق فيها هو عرب 36 شرق، وطبعا امر 46 شرق اللي هو الازري قريب للامر عرب سات اكتر من النايل سات، وبالتالي ارتفاع الطبق وانت مستقبل الازري هيكون اعلى من ارتفاع الطبق وانت مستقبل النايل سات.
برضو خلينا نمشي مع بعض واحده بواحده عشان الناس تفهم معانا. انا بحب اقول المعلومات لان في ناس بتوصلها المعلومات ديت وبتحبها، وفي ناس بحس انها بتتلخبط من المعلومات ديت. اي حد بيتلخبط من المعلومات ديت هيمشي معانا بالطريقه العمليه ويسيبهم الكلام اللي احنا فيه. اهم حاجه انك توصل لطريقه انك تستقبل بها الامر. دلوقتي احنا قلنا هنحرك الطبق اتجاه الحافه دي، وليكن مثلا الحافه دي هنا كده، هنحرك الطبق اتجاه، بسم الله. وهنرفع وش الطبق لفوق. ادي استقبلنا اشاره 93% او 92%. احنا كده استقبلنا الامر الازلي. احنا دلوقتي واقفين زي ما اتفقنا ان التردد اللي احنا كتبناه موجود على قمر جنب او لازق في قمر القمر الازلي اللي هو قمر انتلسات اللي موجود في الموقع المداري 45.1 شرق. احنا اتفقنا القمر الازلي موجود في الموقع المداري 6 شرق، يعني ما بينهم من بعض تقريبا 9 درجه، يعني بينهم ما يكملش درجه. يبقى احنا كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنربط على الطبق. هنربط على الطبق ازاي؟ عندنا اول حاجه مسمارين ورا، هنربطهم واحد يمين وواحد شمال. طبعا مش هنربطهم ان احنا هنربط حاجه خفيفه، لا هنربطهم جامد، بس يعني يكون برضو في حنيه ان احنا ممكن نحرك الطبق حاجه بسيطه. وهنربط المسمارين اللي ورا سنه يمين وسنه شمال، سنه يمين وسنه شمال عشان الطبق ما يلبش معانا او الطبق يتعوج معانا او الافيز اللي ورا يكون ناحيه مربوطه وناحيه لا. وبعد كده هنربط المسمارين اللي بيرفعوا وبينزلوا. طبعا المسامير دي كلها بتكون بمفتاح 13، هنربطهم مع بعض وارجع لكم تاني. بعد ما ربطنا على الطبق تربيط ولا هو مبدئي ولا هو جامد، يعني بمعنى صح ربطنا المسامير سيبنا فيهم سنه واحده بحيث احنا لو احتجنا نحرك الطبق. احنا اتفقنا ان طبعا في ناس كتيره عارفه ان القمرين دول ممكن نستقبلهم بعدسه واحده وبطبق واحد اللي هو قمر 45 شرق والقمر الازلي 46 شرق. الناس في ناس كتير عارفه ان احنا ممكن نستقبلهم بعدسه واحده وبطبق واحد. وطبعا في الحاله دي احنا مش محتاجين احنا نستقبلهم مع بعض، احنا محتاجين ناخد القمر الانتلسات ده ان هو اقوى تردد، بمعنى ان انا عرفت المكان اللي هو الازلي فيه فين. طب احنا بعد ما ربطنا الطبق والاشاره عندنا 92% اهوت، هنخرج بره ونعمل بحث على التردد الجديد بتاع الازلي او نجيب القمر الازلي، ولكن ده القمر الازلي اهوت. وهنجيب طبعا التردد القديم اللي هو 3.35 افقي معدل الترميز 27500 مفيش اشاره عليه، وكمان التردد 3.75 افقي معدل الترميز 27500 برده مفيش عليه اشاره. طيب احنا دلوقتي هنعرف ازاي نعوز التردد الجديد. تردد قناه سي بي سي وتردد قناه ادمن الجديد هو 3.75 افقي معدل الترميز 30000. كل اللي اختلف ان معدل الترميز بقى 30000. التغطيه بتاعه قناه سي بي سي وتغطيه قناه ادمن الاثنين بقوا واحد على نفس تغطيه قناه ادمن القديمه، نفس الحزمه يعني، لكن التردد اتغير. القناتين بقوا موجودين على تردد 3.75 افقي معدل الترميز 30000، وطبعا القناتين بقوا اتش دي. طيب دلوقتي احنا هنعمل بحث على تردد 3.75 افقي معدل الترميز 30000، هينزل معانا قناه سي بي سي وقناه ادمن. زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي قناه ادمن اهي تردد 3.75 افقي معدل الترميز 30000 والاشاره عليها 82%. طيب يا عم عوض، افرض انا استقبلت الاشاره على قناه على تردد 11.35 عمودي معدل الترميز 30000 اللي هو اللي موجود على قمر انتلسات 45 شرق وما لقيتش قناه ادمن، هعمل ايه؟ كل اللي انت تعمله انك هتدوس على الطبق دوسه بسيطه من ناحيه ايدك الشمال وانت ورا الطبق، هتضغط عليه ضغطه بسيطه خالص هتلاقي الاشاره جت معاك. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ادي قناه ادمن اهيت، وبالنسبه لقناه سي بي سي على نفس التردد اهيت قناه سي بي سي على نفس التردد 3.75 افقي معدل الترميز 7 معدل الترميز 30000. يعني الناس كلها تركز، الناس اللي مستقبله القمر كل انت تعمله انك هتعمل بحث على تردد 3.75 افقي معدل الترميز 30000، هتلاقي القناه اشتغلت معاك. وبالنسبه للناس اللي عاوزه تستقبل قمر جديد كل انت تعمله انك هتكتب او تردد اللي هو 11.35 عمودي معدل الترميز 30000 وهتستقبل اشاره اول ما القناه تشتغل اللي هي القناه اسمها
عشان برضو الناس تبقى متأكدة ان هي استقبلت نفس التردد. القناة اسمها BNT4، BNT4 القناة دي موجودة على القمر 45 شرق. بعد ما بتستقبلها بتكتب تردد 3.75 افقي معدل الترميز 30,000 اللي هو بتاع قناة ادمن وقناة سي بي سي. لقيتها شغالة تمام، ما لقيتش شغالة بتدوس على الطبق دوسة بسيطة من ناحية ايدك الشمال، او بتحرك الطبق حاجة بسيطة خالص ملي او 2 ملي بس ناحية ايدك الشمال وانت ورا الطبق. يعني زي ما حضراتكم شايفين ادي قمر انتلسات وادي القمر الازري، قناة سي بي سي اهيت اشارتها 82%. طبعا الاشارة 82% ممكن لو ممكن تلاقيها عندك 75 ممكن تلاقيها عندك 70 هتشتغل، لكن الاشاره طبعا كويسه عندي لان العدسه اللي موجوده معايا عدسه كويسه. وطبعا ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن العدسه ديت لانها لها مميزات كتيره وانا لسه مجربها، فان شاء الله هعمل لكم فيديو عنها برضو عشان لو حد حابب يشتريها. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.